بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على ما تحب وترضى، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله أكبر والله أكبر والله أكبر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله ثالثة، إن الله قاضي على التثليث، إن الله كان سميعا بصيرا ويعلم فيك. احنا واثقين. أسماء الحسنى ندعو بأيها أي الأسماء التي قدر الله أن نذكرها في كل أحوالنا. أعلن عفو أم لك أنتم عرفتوش. قالك إن الله يأمركم، وبعد يقول لك إن الله نعم ما يعظكم به، وبعد يقول لك ويزيد إعلام مرة أخرى إن الله كان، أي لم يرى في كان، هذه مش كان اللي أنت أزمنة الثلاث، هذا فوق منها، فهمتي؟ مهيمن. كان هنا خاصة بالله، مش كان خاصة بالمخلوقات اللي لها بداية ونهاية ولا مسؤولية. أما سهل، أنت تبالك أنت بلاش مسؤولية، تقولي تحبوا تعبد كما تحبوا، وتضر كما تحبوا، وتتهم كما تحبوا، وتشمت كما تحب. لكن إن الله كان سميعا، أي ما يخلش شيء، يعلم السمع أصوات لي سون لي بروي كول، فما فيزياء فما بيوفيزياء. تو تفهموا، إذا كان أنتم ما عندكم ما تقولوا في الميدان هذا بتاع السمع، ربي عنده المطلق في ميدان يفوق ذلك الميدان الذي تؤمنون به. بصير، عين الله لا تنام، والله سبحانه وتعالى مهما اختفيت فلن يمكن لك ذلك الاختفاء. وهذا دليل، إذا كان أنت تقول باختفاء وإن كان الاختفاء فإنك مجنون وكفى. نسأل الله أن نسلم مما أنتم غارقين فيه من ظلمات الدنيا، فما بالكم حين تغوصون في ظلمات جهنم وبئس المصير. والسلام على من أراد السلام.